مساء الخير بلقائنا الرابع مثل ما قال الدكتور حسام الدين درويش، اللي هو راح يكون النقاش حول كتاب تجلي الإله، جدل الإله والإنساني في الثقافة الإسلامية مع ضيفنا العزيز الدكتور أحمد سالم. الحقيقة بدي رحب ضيفنا الدكتور أحمد سالم يلي يعني أرحب فيكم بهذا اللقاء، ودائما يعني ما راح أمل من أني أكرر على أهمية اللي عم نقوم فيه بمؤسسة مؤمنون بلا حدود من أي النشاطات اللي بنحرص من خلالها على نشر المعرفة بكافة الطرق الممكنة والمتاحة. وما بخفيكم أنه من خلال هالسلسلة الحوارات لمست تعطش جمهور مؤمنون بلا حدود لنشاطاته وحضور المعرفي وأهمية هذا الشيء في خدمة الفكر والحر والنوعي. ضيف الحوار اليوم هو الدكتورنا العزيز أحمد سالم، وهو أستاذ الفلسفة الإسلامية والفكر العربي الحديث في جامعة طنطا كلية الآداب قسم الفلسفة. صدر له ما يزيد عن 15 كتاب، من ضمنه كتاب تجلي الإله، جدل الإله والإنسان في الثقافة العربية اللي هو موضوع حوارنا لليوم. وبالتأكيد كتب العشرات من الأبحاث والمقالات لمواقع وجهات بحثية وأكاديمية مختلفة، من بينها بالطبع موقع مؤمنون بلا حدود، بالإضافة لمساهمته في تحرير موسوعة أعلام المصريين في العصر الحديث بمكتبة الإسكندرية، وأشرافه على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير بكلية الآداب جامعة طنطا وبجامعات أخرى، جامعة عين شمس والفيوم والسوهاج والمنوفية والزقازيق. إدارة الحوار مثل ما بتعرفوا راح تكون لصديقنا الدكتور حسام الدين درويش، واللي بدنا نحكي فيها عن كتاب تجلي الإله اللي هو صدر من إصدارات مؤمنون بلا حدود ل 2020 2024 عفوا مع بداية هذا العام. وخلينا نعمل هيك جولة سريعة من يعني الجولة الموسعة راح تكون من عند الدكتور أحمد سالم، ولكن من عندنا راح نعمل جولة سريعة على تفاصيل وملخص كتاب تجلي الإله. الكتاب مثل ما قلت هو إصدار مؤمنون بلا حدود 2024، بيقع تقريبا ب 244 صفحة من الإياس ال 17 24 17. الكتاب بيتناول بالدرس فكرة الإله، أن الإله المطلق لا يتجلى للإنسان بشكل مطلق، بل يتجلى وفقا لقدراته المعرفية المحدودة، وبالتالي هذا بيؤدي إلى انقسامات في الآراء حول طبيعة الإله وتجلياته. ومن هالمنطلق باشر الدكتور أحمد سالم بعرض موضوعات فلسفية ودينية في الكتاب حول مفهوم الإله وتجليه في الفكر الإسلامي، مبينا أن كل فريق يعتقد أنه وحده الذي يدرك حقيقة الإله، وبدلا من أن يكون الطريق إلى الله قائما على المحبة والتسامح، صار الطريق إلى الله سبيلا للصراع بين البشر، ولذا قامت الحروب وسالت الدماء بين الأديان والمذاهب، وكلها معارك تقوم باسم الإله على الأرض، لأن كهنة كل دين يبثون في أتباعهم أنهم أصحاب الحق المطلق في تصور الإله وفي ملكية حقيقة الدين. لذلك تكفل البعض منهم بمهمة الإنابة عن الله في الأرض وجعلوا من أنفسهم وكلاء عنه. هيكل الكتاب يتوزع على مقدمة وخاتمة وثلاثة فصول، راح أعطي عناوين الفصول بشكل سريع وأترك التفصيل للدكتور أحمد. الفصل الأول فيه تجلي الإله في مدونات علم الكلام، الفصل الثاني تجلي الإله في مدونات الفقه وأصوله، والفصل الثالث تجلي الإله في مدونات التصوف. في خاتمة الكتاب يخلص الدكتور أحمد سالم إلى توصيات أكد فيها على كيفية تعميق الفهم والتفاعل مع العلاقة بين الإله والإنساني في المستقبل. وبشكل عام الكتاب ركز على تحليل عميق للتجليات الإلهية وكيفية تأثيرها على الفكر والثقافة الإسلامية، مع تسليط الضوء على الاختلافات والتجاذبات بين مختلف المدارس الفكرية في الإسلام.
أتمنى لهذا اللقاء الرابع اليوم أن يكون ناجحا ويحقق المقصود منه، ونكون في المؤسسة دائما على قدر محبتكم وثقتكم. أرحب بكم مجددا وأنقل دفة الحوار للدكتور حسام الدين درويش. أهلا وسهلا بكم. طيب، شكرا كثير لك دكتورة ميادة على تقديم المكثف والمهم للكتاب للدكتور أحمد، ومساء الخير للجميع. مساء الخير للدكتور أحمد، كثير سعيد، يعني نحن يعني بس مو لما بنحضر مع بعض أو بنكون مع بعض، كثير سعيد بهاللقاء، لأنه سمح لي أصلا مسبقا أنه أعيد قراءة الكتاب ويعني أحضر بعض النقاط اللي أرى أنها بالفعل، لأنه يتناول بالفعل الكثير من المسائل، يعني من ناحية أولى تبدو عابرة للتاريخ، وهي مسألة يعني ممكن نناقشها لاحقا. مساء الخير مرة ثانية دكتور أحمد. خليني أبدأ بسؤال كتير كلاسيكي، وبرأيي أنه كتير مناسب لنفتتح فيه هاي الندوة. يعني فكرة الكتاب متى بدأت وقصتها كيف تطورت إلى أن تبلورت في هذا الكتاب اللي بالفعل مهم، واللي هو أحد الكتب اللي ممكن يتمنى معظم الكتاب أنه يكون هو كاتبه، وتعرف هذا يعني من أكثر أشكال المدح للكتاب. فقصة هذا الكتاب كيف بدأت وإلى أن تبلورت وظهرت في هذا الكتاب المطبوع؟ تفضل. شكرا لك استاذ حسام، وشكرا للدكتوره ميادة على ان هي بتجمعنا النهارده وان هي ساعدتني في نشر الكتاب. فانا هبدا حديثي على حوالين كيف تخلق الكتاب. كنت اذهب الى محاضراتي بالجامعه واحاضر.